أنا رجل أصوم يوم وأفطر يوم. فقد أصوم يوما. يقول أنا رجل أصوم يوما وأفطر يوما، وقد يصادف يوم فطري يوم اثنين أو نحوه، فهل الأفضل أن أصومه أو لا؟ لا، إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما تستمر على هذا ولو صادف يوم الاثنين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.